كثير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها السيدات والسادة، ضيوفنا الأكارم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أحييكم بعد أن حييتكم بتحية الإسلام، أحييكم بكل لسان وبكل دين وبكل خلق وبكل قيمة رفيعة وبكل قيمة نبيلة، شاكرا لكم تلبية دعوتنا ومناصرة قضيتنا التي هي قضية شعب مصر بأسره، بل لا غرو إذا قلت أنها قضية الإنسانية في كل أنحاء العالم، إنها قضية العدل والحرية والمساواة. ولقد ازددنا بتشريفكم بهجة وسرورا، وازددنا قوة وإصرارا وعزما ويقينا أننا على طريق الحق سائرون بإذن الله. أتوجه بالشكر إلى ممثل مشيخة الأزهر وممثل الكاتدرائية المرقسية وإلى ممثلي جبهة الإنقاذ وممثلي التحالف الشعبي ورجالات مصر من الفقهاء الدستوريين والقانونيين وعمداء وأساتذة كليات الحقوق ونقيب المحامين والنقباء الفرعيين وكبار رجال المحاماة ومعالي المستشار ممثل مجلس الدولة ومعالي المستشار رئيس نادي النيابة الإدارية والسادة ممثلي هيئة قضايا الدولة الأفاضل والمحترمون وممثلي المحكمة الدستورية العليا. كما أرحب من سويداء قلبي برجال السياسة والفكر والإعلام والأدب ورجال الوعظ والإرشاد، ويمثلهم صاحب الفضيلة الشيخ مظهر شاهين، كما أرحب برجال الصحافة، الصحافة التي هي حجر الزاوية في معركة البناء والتنمية والمعرفة والتنوير، ويمثلهم نخبة متألقة ألمحوا في الصف الأول منها الأستاذ القدير ثروة الخرباوي والأستاذة جيهان منصور والمناضل الأستاذ مصطفى بكري. كما أحيي السادة رؤساء الأحزاب دكتور محمد أبو الغار هذه القيمة، وكل من حضر من السادة رؤساء الأحزاب، وليعذرني من لم أذكر اسمه فكلهم في القلب أمام المستشار أحمد الفضالي ممثلا لتيار الاستقلال والأستاذ ممدوح قناوي وكثيرين. أرجو أن لا يغضب مني أحد، فإني وكما قال أخي معالي المستشار محمود الشريف
نائب رئيس محكمة النقد وسكرتير عام النادي، وددنا لو ذكرنا كل الحضور اسما ورسما وقبلنا وجناتهم عدا السيدات طبعا. شفتها؟ حاضر. كما ارحب بالاستاذ جورج اسحاق مؤسس حركة كفاية، والمناضل الذي اجمع على حبه كل فقراء مصر وكل اهل المعاشات وكل المكافحين والمناضلين، الذي اتى من بورسعيد الباسلة، المناضل الاستاذ البدري فرغلي. أستاذ بدري، عايزين الناس عايزة تشوفك. كما أرحب وأحيي الفقيه القانوني الكبير الأستاذ رجائي عطية، وأنا عشان ما غلطش أنا هجيبها بالدور، والأستاذ مرتضى منصور، ومعالي المستشار القاضي دائما المستشار عادل حسين، أستاذ الدكتور عميد العمداء الدكتور محمود كوبيش عميد حقوق القاهرة، ومن الرعيل الأول لا أنسى أن أحيي أستاذ الجميع معالي المستشار محمود بهي الدين عبد الله، معالي المستشار عبد المعز إبراهيم، الثائر دائما بحق المحامي القدير اللامع المحترم المدافع الجسور الدكتور شوقي السيد، والمرأة الحديدية المستشارة تهاني الجبالي. بكل الحب أرحب وأحيي الوزيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذ حمدي الفخراني الذي صار ينافس بقوة مكاتب المحامين في مصر، ولازم تشوفوا معاه صرفة يا أستاذ رجاء، والأخ الفاضل الدكتور قبله اللي قدام اللي جنب الشيخ مظهر اللي جنبك يا استاذ مصطفى، نعم، معالي الاخ الاستاذ الدكتور رأفت فوده، والاخ الحبيب الفاضل الدكتور حسام بدراوي، والاخ الحبيب المستشار عبد الله انديل، ومن مجلس الشورى العزيز أحيي المناضل البطل مع تمنياتي له بالشفاء العاجل الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والأساتذة نبيل عزمي، والأستاذة نادية هنري، والأستاذ حافظ فاروق حافظ، والأستاذ هيلا سلاسي، والفريدم البياضي،
وممثلو التيار المدني بمجلس الشورى، وأخيرا معالي المستشار الدكتور نجيب جبرائيل ممثل الكنيسة والناشط الحقوقي. ومن حزب التجمع اللامع دائما الأستاذ نبيل نائب رئيس الحزب ورئيس تحرير الأهالي. موجود. كما أحيي بكل الحب والتقدير الأخ الفاضل الأستاذ محمد أنور السادات، والمناضلة صلبة العود الكاتبة الروائية والمناضلة والشجاعة الدكتورة لميس جابر، كما أحيي أيضا الدكتور علاء الأسواني، والدكتور خالد أبو بكر، وإن شاء الله من بحكم كبر السن نسيناه حاضر. الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من المؤتمر سنحيي كل من غاب اسمه عنا الآن. وأخيرا أحيي الضيف الكريم مستر راينر وسيادة النقيب سامح عاشور وسعادة الدكتور الأممي واجهة مصر المشرقة في المحافل الدولية الدكتور فؤاد رياض، والفقيهين الدستوريين العالميين المشرقين دائما بنور الحق والعلم واليقين معالي الدكتور إبراهيم درويش ومعالي الدكتور يحيى الجمل. وبعد، لتعلم الأمة المصرية وليعلم العالم أجمع حقيقة الأمر، حينما قررنا عقد هذا المؤتمر لم نقسم مصر لأنها لا تقسم ولن تنقسم، ولم نتعصب لطرف على حساب طرف، ولم نتعمد إقصاء أحد أو الاستحواذ على كل شيء، وإنما دعونا وفق ضابط قررته الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة في 24/4/2013، وهو عدم التعامل مع كل من أساء أو تطاول على القضاء أو القضاة بأي صورة من الصور. وتبعا لذلك فإن كل من لم يرتكب هذه الموبقات تحمله أعيننا ورؤوسنا وتحتويه قلوبنا. ولذلك وجهنا الدعوة إلى
الأستاذ محمد طوسن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، كما وجهنا الدعوة إلى الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس حزب الحرية والعدالة، كما وجهنا الدعوة إلى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، حتى لا يقال ولكن سيقال أن هذا تجمع سياسي وأن نادي قضاة مصر يمارس السياسة. دعهم وشأنهم، نادي قضاة مصر بكل تأكيد يمارس الدور الوطني المنوط به. وضيوفنا اليوم هم نسيج الشعب المصري بكافة أطيافه، كل رموز وكل أطيافه من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وبالتالي فإن ما سيقال في هذا الصدد اعتبروه وأنا سأعتبره من قبيل اللغو أو اللمم. كلنا هنا انتظم عقدنا حب الوطن والدفاع عن مصر. الدفاع عن مصر في الدفاع عن قضائها، في الدفاع عن مفكريها، في الدفاع عن إعلاميها، في الدفاع عن فقهائها، في الدفاع عن أزهرها وكنيستها، في الدفاع عن رأي كل حر شريف. وإذا كان أحد المتأسلمين الذين ابتلينا بهم في هذه الأيام، ولا أريد أن أصفها لأن الدهر هو الله وقد نهي عن سب الدهر، إذا كنا قد ابتلينا بأحدهم فيكتب في تغريدة له، وأنا لا أوافق على أن كل من يكتب تغريدة. التغريد هو صوت كل طائر جميل، أما حين يكون الكلام حادا صليطا سافلا فأعتقد أننا نخدع أنفسنا إذا قلنا أن هذه تغريدة. قد يكون من المناسب أن أقرر لحضراتكم لماذا هذا المؤتمر. أعتقد أن جميعكم يعلم ما حدث وما جرى، وهو شيء تقشعر له الأبدان وشيء فريد وليست له سابقة، أعتقد أنه غير مسبوق وغير ملحوق. بذلنا كافة الجهود وسلكنا كل الطرق، منها ما هو معلن في الظاهر ومنها ما كان في الخفاء. وقد يكون من المناسب الآن أن أفصح عن جزء مما دار في الخفاء حتى لا يظل الأمر ملتبسا على من التبس عليه الأمر، وحتى نبرئ ساحتنا أمام شعب مصر أننا لسنا دعاة حرب
أو أدوات احتقان أو توتر في هذا الوطن، بل نحن على العكس. منذ توترت العلاقة بذل الخيرون وهم كثر محاولات عدة لتقريب وجهات النظر، ورغم أن هذه المحاولات أن تلك المحاولات قد تعددت، لم نرفض مرة واحدة أن نمد اليد، ولكننا في كل مرة نمد اليد ثم يتنكب الطرف الآخر عن جادة الطريق فلا يحقق شيئا مما اتفقنا عليه، ثم بعد ذلك يروجون لمقولات عدة أبرزها أن نادي القضاة يثير المشاكل، وكأن المطلوب من نادي القضاة أن يكون حربا على المصريين والقضاة حتى ينال إعجابهم، أو المطلوب من نادي القضاة أن يستأنس أو يسيس حتى ينال الرضا الثاني. وما هذه ولا تلك يمكن أن تكون حقيقة واقعة. سيظل النادي ممثل القضاة وأمامه قضاة مصر هم العلامة الفارقة في تاريخ النضال في هذا الوطن، لن يسلموا أو يستسلموا أو يتراجعوا أو يدعوا الفرصة تتكرر معهم كما تكررت مع جهات أخرى حتى يحقق فصيل معين ما يريده لهذا الوطن. حضراتكم تعلمون، وأنا في حضرة الأساتذة والفقهاء الكبار أعتبر أني إن تحدثت في تلك الأمور الفنية سوء أدب مني، سأترك للفقهاء يحدثونكم عن مشروعية وحتمية ما أقدمنا عليه. أما النغمة التي يرددونها في إعلامهم وتلتبس أحيانا على الرجل العاد، وهي مسألة الاستقواء بالخارج، نحن كما قلت مرارا وتكرارا لا نستقوي إلا بالله وبالشعب وبعزيمتنا وجهودنا، وأقول لشعب مصر بأسره أنه في اليوم بل في اللحظة التي نحس أو نستشرف عن بعد أن مصر الوطن الذي يسكن في داخلنا يمكن أن يناله ولو حبة من خردل من الضرر، سنكف عن السير في هذا الطريق تماما. إذن مصر الوطن هي المستهدفة، نعم هي المستهدفة من قضاة مصر وشرفاء الوطن ورموزه استهدافا يعلي من شأنها ويقوض دعائم من يريدون هدمها. هي المستهدفة بالحب وبالنضال وبالكفاح وببذل كل ما هو غال
ونفيس. وقضيتنا واضحة المعالم، لا تحتاج إلى عظيم جهد. قضية آمن بها كل مصري ومصرية، قضية بقاء العدل أو زواله، بقاء الحق أو ضياعه، بقاء الحرية أو تدميرها، بقاء المساواة أو إهالة التراب عليها. وذلك